ما قتلوا فينا الفرح لكن شبه لهم، ما اغتالوا فينا الربيع لكن شبه لهم. فالشهادة في قاموس الميادين وأبنائها حياة، ولادة جديدة، بداية لا تعرف نهاية. فمنذ الانطلاقة قطعنا العهد مع فلسطين بالدفاع عن قضيتها حتى الرمق الأخير، مهما بلغت التضحيات وعظم المصاب. على مذبح الحقيقة والمواجهة في جنوب لبنان، قدمت الميادين بطلين من أبنائها، المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري، رفيقي الرسالة والقضية وشهيدي فلسطين والشاهدين على إرهاب الاحتلال. هذه الجريمة المتعمدة عن سابق تصور وتصميم لم تكن الاستهداف الأول، سلسلة من ممارسات التضييق والترهيب والاعتداءات الإسرائيلية مارسها الاحتلال ضد الميادين ومراسليها في جنوب لبنان والضفة الغربية والقدس. كان حظر الشبكة في فلسطين المحتلة آخرها، والرسالة الدموية أمس مفادها: من أراد أن ينقل للشعوب صوت فلسطين والمقاومة فلن يجد درعاً تحميه حتى لو كان صحفياً. المكان الذي استشهدت فيه فرح وزميلنا ربيع والشاب المرافق حسين لم يتم الاستهداف عن طريق الصدفة، لم يتم الاستهداف عن طريق قذيفة مثلا خلال مرور فريق، بل تم الاستهداف بصاروخ من مسيرة باتجاه نقطة يجلس فيها فريق الميادين منذ بداية هذه الحرب. كل عناصر الجريمة قانونيا مكتملة. إسرائيل النووية صاحبة أكبر ترسانة عسكرية في المنطقة، ترعبها كاميرا، ترهبها كلمة، فالصورة تكشف قبح وجهها، فظاعة جرائمها، عمق أزمتها، قمة عجزها في الميدان أمام المقاومة، فتنتقم في ميدان آخر، تضرب بنار حقدها الصحفيين لوأد الحقيقة، ضاربة عرض الحائط القوانين الدولية باستهداف عشرات الصحفيين في لبنان وغزة منذ بداية معركة طوفان الأقصى. نذهب مباشرة إلى مراسلة الميادين فرح عمر، تنضم إلينا من جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. مرحبا فرح، الصوت مسموع، ربيع الصورة واضحة، ابقيا معنا سنعاود الاتصال بكما. فالتغطية مستمرة حتى تحرير فلسطين لأجل الدماء التي اختلطت بتراب الجنوب وسفكت على طريق القدس. ثابتون أكثر، لن ترتجف أصواتنا، لن تهتز أيادينا، متجذرون في أرضنا، متمسكون بقضيتنا ورسالتنا، لن نترك الميدان للصوص هذا الزمن والشياطين الخرساء.